ومن العاصمة المغربية رباط ينضم إلينا حفيد زهري الباحث في العلوم السياسية. سيد حفيد، هل يعول المغرب على الخروج ربما بنتيجة ما في المفاوضات هذه في جنيف؟ يظهر من انطلاقا من مخرجات وبعض تسريبات من مفاوضات أو المائدة المستديرة الآن الممتدة ليومين في جنيف، أن الوفد الجزائري يحاول إطالة هذه المفاوضات وجعل الصراع يطول أكثر مدة ممكنة نظرا للظروف المعروفة التي تمر منها الجزائر، وهي الظروف الداخلية والصراعات الداخلية الآن والاحتجاجات، كلها ساهمت في محاولة الجزائر من أجل إطالة أمد هذا الصراع. وبالتالي فإن المغرب يشارك في هذه المفاوضات بنية يعني صادقة من أجل تطوير هذه المفاوضات، وليس فقط من أجل النزهة في جنيف أو في من أجل يعني لقاء هذه الوفود الأربعة. مع الأسف سيد حفيد، ذكرت حضرتك الجزائر أكثر من مرة، و يعني لا نريد أن نتحدث عن الجزائر في هذا النزاع بما أن طرفي النزاع هو المغرب والبوليساريو، ولكن نريد أن نعرف هل المغرب يطالب بحضور الجزائر يعني في هذه المفاوضات كطرف وليس كبلد مراقب؟ كما هو معلوم، فمن كان السبب في إثارة هذا الصراع المفتعل حول مغربية الصحراء هو نتاج للحرب الباردة ولصراع الصراع الغربي والشرقي الذي كان في سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات حتى سقوط حائط برلين. وبالتالي فمطالبة المغرب حضور الجزائر كطرف في النزاع لم يأتي من فراغ، وإنما هو انطلاق من معرفته الجادة بأن الجزائر تعتبر راعية لجبهة البوليزاريو، وهي المحتضنة وهي الممولة ماليا وكذلك سياسيا. سيد حفيد، هل هذا ما سيحل الأزمة فعليا، حضور الجزائر في هذه المفاوضات يعني كطرف النزاع، أم ربما الآن المغرب هو يطالب بحكم ذاتي في الوقت أن جبهة البوليساريو هي تطالب باستفتاء؟ حضور الجزائر في هذه المفاوضات كطرف في النزاع ودخولها في هذه المفاوضات بنية الخروج بحل سياسي يرضي جميع الأطراف وفق المشروع المغربي الذي تقدم به أمام المنتظم الدولي، وهو أقصى ما يمكن تقديمه من قبل المملكة المغربية، وهو الحكم الذاتي الموسع للمناطق الجنوبية للمملكة. هو حضور يعني إن كانت بنية صادقة من قبل النظام الجزائري فلا بد أن يكون هناك حل متوافق عليه. وأعتقد في ما يخص الآن ما يروج من تسريبات صحفية حول هذه المائدة المستديرة، فإن هناك محاولات لوقف عجلة هذه المفاوضات وعدم استمراريتها، أو على الأقل يعني إطالتها من أجل تفادي بعض ممكن أن المخرجات التي يراها المنتظم الدولي، لأن هناك تصريحات من بعض الدول مجلس الأمن التي تطالب بإيجاد حل يعني قريب وعاجل يرضي جميع الأطراف. والمنتظم الدولي الآن يتجه نحو يعني ترجيح كفة المشروع المغربي وهو الحكم الذاتي، وهذا ما لا يرضي الأطراف الأخرى، وهذا ولا سيما مع اقتراب نهاية عمل بعثة المينورسو هناك. شكرا جزيلا لك سيد حفيد الزهري الباحث في العلوم السياسية.